اهلا وسهلا. هاي تفضل معي. هاي محمد جبحتي مدام. اسلم محمد. الحمد لله. جوك بي. الحمد لله. ماكش ستريسي يعني. لا لا. عندك خبرة براموف. ها؟ خايف من لجنة؟ ده. عليه؟ خير من. انت خير منهم، خير من لجنة، خير من جعفر وتتا كوثر وطونطون دالي. ها وعليش عندك ثقة ذي الكل؟ خاطر خديت جائزة احسن اداء. هاو حقك صاحبي. لا ما عادش نحكي معاك، انت توا باش تدخل للجنة وانت احسن ممثل هكا ولا مدامك معترف بيك من طرف السيدة كل شيء. عسلامة مدام. عسلامة، مرحبا. بارك الله، عنده ثقة في النفس كبيرة. ربي يحفظك. شجعته باش هو جاي للكاسين؟ ترددنا شوية ومن بعد قلنا علاش ليه تجربة، خلي يجرب تجربة تجربة. نستناو فيك احنا لهنا، تروحنا بمبروك داكوردو. واحد اثنين ثلاثة توب. عسلامة. سلام. 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 وعليكم السلام، مرحبا. شو اسمك انت؟ عبد الملك. عبد الملك شنو؟ بلدي. منين جيتنا؟ من منوبة. مرحبا بيك. مرحبا. عامل مسرح انت؟ اي اي فين؟ عملت نادي المسرح ومشينا عملنا على الجهوية في مرنقية. ايه؟ وبعدها تعدينا البنزرت. معناها فرقة صغيرة في منوبة انت تنشط فيها ولا كلوب؟ لا كلوب. كلوب تاع مسرح. وين؟ في المدرسة؟ في الكوليج. اه به برشا. وشكون الأستاذ متاعك؟ كمال الصغير. كمال الصغير، سيدي تحية ليه. والمسرحية اللي عملتوها شنو، على شنو الموضوع؟ حكيتو مؤامرة في الغابة. فما ثعلوب. اي انا ثعلوب. وفما زيدا انتي ثعلوب. انتي ثعلوب. اي فما زهرتين. اي وانا باش نسرق العسل نتاع الخليه نتاع الحمد. وسرقت في الاخر كثعلوب؟ لا سرقت وشدوني. خلي تستاهل الثعلوب لازم يتشد. اش مسك في العسل؟ صح. وكي عملتوا العرض شنو الجمهور كيفاش تفاعل معاكم وكيفاش كانت؟ كلهم ولا يضحكوا كي انا دخلت عرض. مزيان معناتها كي هو دخل. أيوة. قريب جاي. دونك أيوة. انتي عندك تجربة في المسرح، شو باش تعمل لنا اليوم؟ شنو باش تقدم لنا؟ باش نقدم يعني هي ما بين ثلاثة شخصيات ونجم نمثل ثلاثة شخصيات في نفس. برافو. باش نعمل أبا سالم وأم سالم وسالم. أبا سالم أم سالم وسالم. علاش تخلق السلام؟ هاي السلام. تفضل. تفضل. خلا أبو سالم. يا أم سالم، لقد أعطيني قليلا من الشاي فإن ريقي جاف. يا أبا سالم، ما لك تطلب مني الشاي؟ إن ظهري من الصباح منقسم كالبسكويت، ولكني أنا الذي من الفجر، لقد استفقت من الفجر فبفأسي فقطعتك قطعت التراب وزرعت لك القمح لكي تجعلي لنا خبزا في الحقيقة غير لذيذ، ولكن أنا أتحمل كل شقاك. تتحمل شقائي؟ أنا مسكينة من الصباح، ولكن ولدك الخبيث هو الذي أفسد علاقتنا. نعم نعم، لقد أفسد علاقتنا. إنه يأكل وينام وكالخروف. ما علي أن آتي أذهبه إلى الإسطبل لأنه مجرد ماعز أو خروف أو بقرة، ولكن لقد ذهب ليحارب بعيدا في أماكن بعيدة. طق طق طق. سلم. ماذا هنا؟ إن الباب يطرق. لقد أتينا من الملك ملك، وإن الملك قال أن سالم قد ذهب بعيدا ولم يعد.
قد ذهب سالم. يا أبا سالم يا أبا سالم ابكي فإن ولدك قد مات فلذة كبدك يا أبا سالم. سالم وينه سالم؟ لقد مات. كمل كمل. يا أم سالم، بعد أن مات سالم نحن والدي من؟ ستعود أسماؤنا، لا سنسمي أنفسنا على اسم ولدنا المستقبل الذي لن يأتي. نعم وماذا سنسميه وإن أتى امرأة أو ابنة؟ سنسميه سندس. سأصبح أنا أبا سندس أخو ابننا المستقبل الذي لم يأتي. شكرا. وعلينا نتخلص من سالم، إذن فلنحرق أدباشة. هيا إلى الخزانة. أتريد أن تحرق كل أدباشة؟ لكن رائحته ما زالت في أنفي، إنه نتن كالعادة. لا تكن قاسيا أرجوك. إذن سنحرق أدباشة ثم نسمي أنفسنا على اسم والدنا المستقبل الذي لن يأتي، وسنذيع هذا الأمر في كل القرية. ولكن هل نحن في قرية؟ لا، في عاصمة بنغلاديش. لا، نحن في عاصمة بنغلاديش. يا أسفه على نفسي. صح. برافو، يعطيك ألف ألف صحة. ممتاز على الأخر. ساعة اختيارك العربية به، ولو بطبيعة الحال فما حاجات هكا، ولكن أنت في الأداء أداء طيب. حاولت باش تتلون معناها في الشخصيات، من صوت لصوت قاعدة تبدل في صوتك، في الجو متاعك. أكيد أنت من النوع اللي تنجم تتحسن وتنجم تكون عندك معناها حظ أنك تعمل حاجة مزيانة. شنو رأيك؟ أنا ما عجبتنيش. نقبل بالنا. إيه، باش نقول لك علاش ما عجبتنيش. خاطرك باهي، ثم اختيارك للعربية حاجة ممتازة، ولكن يلزمنا ننطقوا العربية بطريقة سلسة وما ثماش أخطاء في النحو وفي الصرف. خاطر أنت توا باش نقول لك بالدارجة عليت علينا البار، دخلت بالعربية أنت. فهمني؟ دونك يلزمك تركز في الأخطاء اللغوية والنحو والصرف. حاجة أخرى، أنت عندك بريزونس والقصة طريفة. القصة اللي اخترتها طريفة جدا. هو أبو سالم وأم سالم، فهمني ولا؟ وسالم اللي قعدنا نستناه فيه، اللي هو اللي عمره ما جاء. أون أتوندون غودو، هي أنا متأكد اللي كونه انسبيري من أثر أون أتوندون غودو. متأكد القصة طريفة وأنت شخصية طريفة، حتى على مستوى التلوين والتنغيم، على مستوى الصوت عندك أداء ينجم يكون كبير برشا. معناتها أنت من أحسن الناس اللي جاونا، لكن يطول. اليوم يظهر لي خفت أنت. ما خفتش؟ جاه ربي. أنا عجبني، أما ينجم يكون خير برشا متأكد. النص هذا شكون نقص عليك؟ شكون كتبوا النص؟ كتبتوش توا، جا في توا وحدك زاد من عندك. أيوة شي عملت ارتجال، عندك ثقة في النفس خليتك ما تحذرش، تقول توا ندخل نصدم ونعمل. حاضر. ثقة في النفس باهية، أما كي تبدأ ثقة في النفس مفرد فيها تقولي ما عادش تترينا، ما عادش تحذر، ما عادش تكتب، ما عادش تقرأ، تقول توا أنا في الأخر ماني باهي، مو قالوا لي باهي. الثقة في النفس باهية، أما تخليهاش تولي تغملك على الخدمة. أما اللي قدمته حلو برش وصعيب. أي وصعيب. جعفر صحيح، واللي قالوا دالي صحيح. وأنا ريت أنك أنت تنجم تتطور وتولي ممتاز، معناها عندك الموهبة وعندك قابلية باش تتحسن. على هذيك أنا باش نعطيك المبروك، خاطر نحبك تقعد معنا. تفضل. بابا مبروك. ألف ألف مبروك. ألف مبروك. امشي لعمي فيصول. امشي لعمي فيصول قل له الحمد لله كأنك ماركيت بوطو، باش نزيد نعملو التيست غادي. كأنك ماركيت بوطو ويقول لك شنو، يقول ولي اسكي كأنك ماركيت بوطو، خلينا نجربوها. زيد اخدم. اوكي اختم اجري يلا. انا عجبني.
شنو هي هذه؟ جبناها. شنو هي؟ مبروك. صحيت صح. معلم في بالك ولا ايه؟ وامك ما في بالهاش بالشيء اللي حضرته؟ والله لا في بالي توا معاكم شفت. قبل. ارتجال بالحق؟ وانت كاتب النص؟ كتبتوش تتكلم. وشنو هي الحكايه اللي قالت لي عليها امك؟ كتبت فازة للاستاذ وبدلت التواريخ. ما فقدتش. ان شاء الله مبروك. يكتب في القدام هو حافظ صفير البلبلي وشيخ مع العربيه يعشق العربيه. لنا شويه صوت صفير البلبلي. صوت صفير البلبلي هيج قلبي الثملي الماء والزهر مع زهري لحظ المقلي وانت يا سيدي وسيدي يا مولاي فكم فكم تيملي غزين عقيقلي شممته بانفي ازكى من القرنفل والسرور لي فولولت وولولت ولي ولي ويلي فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي قالت له حين كذا انهض وجد بالمقلي وفتية سقونني قهوة كالعسل لي شممتها بآن في أسكى من القرنفل في وسط بستان حلي بالزهر والسرور لي والطبل طب 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 لي والرقص قد راق سيلش. يعطيك الصحة مبروك. توا نحبك تخرج للشارع وتقول وليا واحد اي اثنين ثلاثة. مرحبا مرحبا سلامة. سلام. شنو اسمك انت؟ ميار. ميار وين شنو اسمي؟ عم فيصل. عم فيصل بيه. السلامة مدام. السلامة. قرب لنا شوية باش حضرت معاها السكتش. هي هكا هي ديما واحدة ديما تعمل هكا. مغرومة من قبل. مغرومة ايه ديما تشد التليفون هكا تعمل دي سكتش. وانت شجعت؟ وين شجعها ايه. وبابا وين؟ بابا يخدم. يخدم. دونك ماما هي اللي جابتك اليوم تشجع فيك هي قالت وتستنى باش تخرج من غادي بمبروك. عندك قليب صحيح اشتروا حنا بمبروك منحتفلوا راه باش تخلص المبروك من بعد. يلا هاي واحد اثنين ثلاثة يلا. عسلامة. عسلامة. مرحبا. مرحبا بيك. عايش. مرحبا بيك. شو اسمك؟ ميار. ميار لحك فرشيشي. فرشيشي مرحبا بي. قديش عمرك ميار؟ 8 سنين. بارك الله. مصرارة. اي مصرارة عسل. ومنين جيتنا؟ من غرومبيليا. من غرومبيليا. مرحبا بيك يا لالا. مرحبا. غرومبيليا اللي هي ولاية نابل. نابل احنا عنا مرحبا بيك. وانت مغرومة بالتمثيل مثلت سابقا؟ كان في الدار واحد. كان في الدار. كيفاش في الدار مثل على ما با كيفاش تعمل؟ نبدا وحدي نمثل اكها وهما بعد يبداو يصوروا فيها بالتليفون ومعناها كان عندي غلطه نعاود برشا اللي هي مدام كوثر هذه قبل احنا كنا قدام المرايه طب التليفون تصوروا وشوفوا روحو. يلا بابا وانت عندك تليفون وتصور روحك. هي البرشة. هي شنو باش تمثل اليوم؟ باش نعطي مساج للصغار راهي القراية أهم حاجة في الدنيا. الله الله حلو برافو. يلا تراه تفضلي. أنا باش نمثل أني أنا المعلمة بتاعكم وانتم تلامذتي. أوكي أنا تلامذة مش مثل معك. يلا أسلم عني ستي. راهي القرايه اهم حاجه في الدنيا. القرايه راهي باش توصلك باش تحب تطلع بيلوت اوتيس معلم ممثل كعم جعفر باش تطلع بالكدي. راهي القرايه اهم حاجه في الدنيا. القرايه باش تبقى تتبع فيك من انت صغير لين تكبر. القرايه اهم حاجه في الدنيا وانا نحبها على الاخر. راهي القراية أهم حاجة في الدنيا. راهي الصغار لازمهم يحبوا القراية لازمهم انتو يكونوا يحبوا القراية باش كي يكبروا يلقوا رواحهم يلقوا خدمة كل شيء شوالي ممثلين كل شيء. برافو 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 برافو.
حلو برشا برشا والله. هاي 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 هي ما مثلتش سامحني الا كوثر، هي راهي ما مثلتش. وهذيك الحاجه الباهيه، انت توا ما مثلتش، انت وصلت مساج وباهي برشا كي تصور روحك في التليفون في حاجه كيما هكا. هاو الحاجات اللي يلزم يهبطوا في التليفون والفيسبوك والانستغرام، مساج كيما هكا كي يهبط محليك مقنع على خاطر تحكي فيه انت بذاتك وبصدق صانصيغ في اللي تقول فيه وما مثلتش. وهذيك الميزة كي حبيت توصل المساج كنت انت بيدك ما يعرفك هكا وليت. انا نقول لك محليك محليك وباش نقول لك مبروك. انا نحب نقولها مبروك. انا زادة باش نقول لك مبروك لسبب بسيط، لانه المساج هذايا نتمنى فريق البرنامج يقصوا ويهبطوا على التيك توك والانستغرام والفيسبوك لوليداتنا الكل، فهمني ولا؟ ولو كان نهار من نهارات عملنا سيت كوم فيه الاطفال بتاع البرنامج هذا، انت بامتياز تاخو دور المعلمه او الاستاذه الجميله المزيانه المصراره. اي مصراره عسل. ربي نشفك. والحاجه زاده الثانيه اللي حاب نقولها لك، اللي انت وانت تتكلم متبسمه وجهك فيه برشا فرحه، برشا هكا يعطي معناها البهجه اللي يتفرج فيك، وهذه حاجه مهمه برشا برشا. التمثيل تو تتعلمه بالشوي بشوي، تم اليات ايجا مبروك ايجا هنا مبروك مبروك. حط صبعك لهنا على ولدي. مبروك اخرج قول مبروك نجحت وترشحت. اما بالقوي نحبوا نسمعوها من هنا نجحت نجحت. تعرفي تزغرتي ميساج قلت لكم تزغرت مرة جاية حضرنا حاجة باي باي اجري 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 رد بالك حتى تقعد في النوع اللي هي عملته توا ممتازة. مش بالضرورة كلهم يمثلوا، هذه حاجة من الحاجات اللي يلزم تكون موجودة خاطر هذي لو ستيل سي محمد علي اللي أنا اكتشفته تاع تيك توك تليفون قدامه ما يمثلش. أما ثم مساجات تتعدى أخطر ما ثم أو شدد التليفون وثم مساج يتعدى للناس ينجم حتى يبعدي موجات إيجابية. طبعا أتيها صح. إيجا بحذي مبروك عايشك. شنية الاستيوس اللي عملتها هذي باش خذيت المبروك كيك؟ مثلت انا المعلمة نتاعهم وهم تلامذة عطيتهم نصيحة، مثلت مساج للصغار لازمهم يقراو على رواحهم باش يوليو ممثلين ومعلمين، واللي يحب يطلع بيلوت اوتيس راهو لازم يقرا، القراية اهم حاجة في الدنيا. صحيت يا مزيانة صحيت. هيا مبروك 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 مبروك. عسلامة. عسلامة. جبت العائلة الكل اليوم؟ اي. في راجه؟ اي. شجعوا فيك؟ اي. وانت شو تقول لهم؟ شجعهم. شجعهم زيدا حتى هم باش يقعدوا يتفرجوا فيك؟ لا نورمال ما تقول لهم تهنئوا. تهنئوا. باش تجيب المبروك وتجي. باه. اما على شرط امك تزغرت من بعد. باه. امك وبوك جاوا اخوك الصغير؟ اي. شو اسمه؟ رئيس. رئيسين هاي هنا نستناو فيك انا امك وبوك رئيسين. يلا حاضرة. هاي عسلامة. عسلامة. مرحبا مرحبا بك. تفضل اطلع اطلع فوق الركع. تفضل اختي. مرحبا بك اختي. لاباس اختي المزيانة؟ لاباس. متقلقة شوية؟ لا. تغش علينا؟ لا. انت مش كنا رفزك؟ لا. طقس باهي؟ باهي. الاجواء مريقلة؟ باهي. قداش عمرك قلت لي؟ 10 سنين. بركل. قرايه صافا؟ صافا. صافا حسيتها نتاع متوسط. قداش المعدل؟ 14. باهي باهي صحيت صحيت. وش اسمك؟ ريتاش. ريتاش. منين جيتنا؟ من القروان. القيروان وما ادراك ما القيروان. مرحبا. اي ارفع الصوت. انت محضره مقطع من المسرحيه؟ انت حضرته ولا ثم شكون حضر لك المقطع هذا؟ ماما. ماما ماما هي اللي جات معك. أهم حاجة فضل. الصوت عالي باش نسمعوك. كانك مستعدة تفضل. حاضرة؟ حاضر. واحد اثنين ثلاثة قوي صوتك. نبدأ المسرحية. فما برشا ملي نعرفهم عندهم الهواية ما تلقاهاش عند الناس الكل، ماهيش مطالعة، ماهيش رياضة، ماهيش مسرح، ماهيش موسيقى، هوايتهم يصفوا برشا ذوق.
فهمتوا قصدي؟ لا لا تصرفوا برشا ضوء معناتها؟ فهمتوا قصدي؟ اي يكتبوا برشا، مين يقوم هما يكتبوا كيما يتنافسوا، فما واحد مازال ما غلقش 10 سنين وكل نهار يهبط عليك بكذبه قدنك، مثلا يقول لك كل صفر صفر مع ماما بابا، هاي فرنسا، هاي تركيا، هاي امريكا، وهو يقرم هيا ونعرفه، وكل نهار يقحف عليه، مره في كلاماساس، مره في قوم، مره في مصر، نبقى بيت، كل في قلبي فقر مهاشيب، عليه تفلم علي راني وحياتك فقر مهاشيب، ما اذيتك بشيء، والاخر يقول لك عندها هبر في الرز وهو ما يكسبك ساقي الزوز، ليه يحكي في برود الدم، لا ضمير، لا احساس، وانا من داخل شيء نحب نقول له راك تكذب، سيتي ما خالتنيش، على خاطر ما نحبش نوجعه، اختنا فلانة تقول ماما شات اختي تقرا في باك موني كوبر. ما تحبش تجيبها للليسي وقت هذه اللي تحكي عليها ريتك الماضي فاتت تشي كيف كعبه بلي ويدبر بالعظم ما قلتي باش تكمل تخلص الراجل انت علاش ما تكونوا صادقين تقولوا الحق باش نقول لكم ربي بعد علينا كل كذب السفيفة ماشي تحسن وضع الطقس اللي النص محلاه الكلام محلاه الفكره محلاه تجربيه وديك الكلمات كوثر شنو عملوا تجربة؟ ايه بخرج أو... الحروف الساعة الكل توفيهم تاكل الكلمة يعني ما تخلينيش نفهموا الكلمة سريعة. اللي تقول فيها اي جرب اي بربي مش نجرب حاجة معك اعملها ذي على خاطر تاتا كوثر وعمي محمد علي شنو هي الحاجة؟ باش تعاود تحكي لنا تقوي صوتك على الاخر وتحكي بشوية بشوية وكل ما نعمل لك هكا زيد ما بتزربش كمل الكلمة ما تقولش كملي ما تكملهاش كانك تسمع واحد في القروان ولا في مدنين ولا في تطاوين ولا في امريكا ولا في كندا قوي صوتك وما تزربش واحد اثنين ثلاثه فما برشا ملي نعرفهم عندهم الهويه ما تلقاهاش عند الناس الكل ماهيش مطالعه ماهيش رياضه ماهيش مسرح ماهيش موسيقى هويتهم يوسف برشا ذو فهمتوا قصدي اي يكتبوا برشا مين يقوموا ما يكتبوا كيما يتنفسوا تصور واحد مزاد ما غلقش 10 سنين وكل نهار يهبط عليك بكذبه قد النك لا لا كذبه قد كبر فيها كبر كذبه قد النك مثلا يقول كل صيف نسافر مع ماما وبابا هاي فرنسا هاي تركيا هاي امريكا وهو يقرا هاي امريكا هاي فرنسا هاي زعما تفكر في بلاصه اخرى عاود هاك هاي فرنسا هاي تركيا هاي امريكا صحيتك صحيتك اي صحيت 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 تترشح انت تترشح علاش على خاطر بالرغم الديفوات اللي انت خدمت بهم ام انت قابله للتصليح نجم تكون يللك قربت لنا المكياج يلل المكياج اي سيدي مبروك يعيشك اي ماما فرحانه ولا يصير فرحانه هاي نشوفوك عن قريب وتحضرنا حاجات اخرين ان شاء الله سلم على ماما باي 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 جري جري قلنا بترشحت ترشحت اجري قلت لك قابلة انها تتصلح اي 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 يجي بحذي ايش مبروك مبروك يعيشك ربحت اي شكون قالك ربحت كوثر كوثر قالت لك انت ربحت صيي معناها وليت معنا في الليكيب اي باه قال لهم لا تبعوني اللي باش نقوله لك انت عاود قول تبعوني تبعوني في اللي برايم في اللي برايم في جونيور كاستينج في جونيور كاستينج يس هاي مبروك اي مبروك ان شاء الله مبروك عليكم عايشك جيب حذيه معايا جبت معاك امك ايه حاضر حاضر شنو اسمك محمد بن عرار محمد بن عرار اسمعني باش نعطيك فازة طيارة على الاخر تدخل تعمل اقوى سكتش في تونس حاضر اقوى من جعفر انت اقوى من كوثر اقوى من محمد علي اقوى من فتحي الهداوي ليه كاكا من عرش هاي ادخل يلا قليب تقلعها مقلح جيب لي مبروك وجيت عيط من غادي هكا واحد اثنين ثلاثة توب
ادخل هاي تبعوا تبعوا تبعوا. عسلامة. 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 تفضل. مرحبا مرحبا. محمد اسمك؟ ايه. تفضل. هنا. عسلامة عم محمد. عسلامة. لاباس عم محمد؟ لاباس. دار لاباس عم محمد؟ لاباس. المدام لاباس عم محمد؟ مانيش معرس. ماكش معرس؟ مانيش معرس. سي بيزار ما نقبلوش. لا نقبلو انا. ماكش معرس؟ قداش عمرك؟ 11 سنة. ومش معرس؟ لا لا مازال قولوا عندي مستقبل قدامي وقرايتي وننجح هكا ولا ونعمل حاجة مغروم بها. فضلك عليك محمد. محمد انت توكي باش تكبر نهار اخر وتدبر ان شاء الله خدمة، شنو تحب تخدم؟ بيلوت. يا بابا يا بابا يا بابا احلى بيلوت. ان شاء الله ربي ينجحك. سامحني عم جعفر لحظة. تفضل بابا. ريت انا وياك فرد ستيل. فرد؟ ستيل. ستيل. اي؟ اي. كان باش تمنيك عليا راك تمنيك على روحك. لا 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 لا. كان باش تفادلك معايا تفادلك مع روحك راك. صحيت كان باش تفادلك معناها انا هو انت. انا انت انا صغير، انت انا صغير. هكاك. فكرني في صغري خاطر وقت عندي الشعر. محليك. محليك. محليك ومحلى روحك. عايشك. وشو باش تمثل اليوم؟ باش تمثل سكتش منشوف لي حل. منشوف لي حل. منشوف لي حل. انا عندي اقتراح لكوثر سي محمد علي. لو كان التمثيل نتاعك عجبنا باش نعملوا صوت الديك. ديك اللي هو كان سمعت صوت هذا راك راك عجبتنا على الاخر. لو كان التمثيل متوسط باش نعمل صوت القطه. بي لو كان دون المتوسط عاد تنجم تتحسن نعمل صوت الدندونه. تفضل الدندونه. انا نتصوره اللي هو اللي هو عنده هيا عود لي الدندونه. قبلت ولا هذه قبلت ولا هذه. انا عنده شخصيه ويجاوب فيك ويقول لك معناها ند بالند وكذا ثم قوه شخصيه. انت في القرايه سافا؟ سافا ديما لو ديما لو. الله ما شاء الله ما شاء الله عليك. ما شاء الله ربي. حاضر للسكتش نتاعك؟ حاضر. تفضل. بربي اسمعني باش نقول لك حاجه. هو ديما لول وزيد معاهم اوبسيون كيما الفريت يعمل صوت الدندونه. هو لول في القرايه قداش معدل؟ 17 18 16 نفس المعدل نتاعي في الباك. 17 فاس عامين مع بعض فهمتني؟ تراك كيف تفضل يا ريبا. تفضل. طب هابط يا جغالي اليوم قلت لك جعفر ماش تحرك راهو يغزل لك مغروم بيك. ايه. عاود من الاول صحيت. هابط يا جغالي اليوم قلت لك يا شبروش يا شبروش الجغالي جاي خميس على البشاره يا ماما وانت قلبك كان ما يطوخش اوعد الغاد استنى وشوف الرجال اش تعمل. اش بيك يا ماما خليني نتعدى سهل هو تتعدى. تعرف اخر واحد قال لي ماما اش قلت له؟ ماما ميا. ليه هو قالها بعد ما كليت دم. بالكاسكادور الماما هذه كلمة جعفر الماما. لا ماما الشبروش خلقها يا خيتي بشوف لي حل من قديم الزمان. عندك حاجتين عسل. حاجة الأولانية كي عملت الماما فهمتني الماما هذاك الشخصية لعب شخصية وحاول يعطيها صوت ويعطيها فيزيولوجيا يعطيها كومبورتمون الشخصية هذه. هذا يحسب لك يعني يا خيتي دخل قلبي. دخل قلبي. انا نحكي لك انت يا محمد سافا. سافا مبروك محمد. عايش والله محمد هذايا. محمد باش نخدموا برشا خدمه مع بعضنا صح. مقبول انت نقص الخوف وتراك هذاك هو. وجعفر راهو من الاول دخلك في اللعبه باش يبربشك اما انت تغلبت على التمهميش هذيك وقدمت لنا حاجه مزيانه. خفت انا خفت من الاول. من الاول ما تخافش. حاضر. تفضل. مبروك. 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 المرة الجاية. أي. أي. أنت باهي في القراية باش تولي باهي في الفن والحاجة المغروم بها اللي هو المسرح. وشخصيتك ديما محلاها وقوية. جعفر تحب تقول له حاجة؟ إن شاء الله مبروك. قول لهم نجحت 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 نجحت. نخرج نعيط. قول نجحت نجحت نجحت. عمك فيصل هو يقول لك شبيك؟ هو يقول لك عمك فيصل شبيك؟ قول له عم جعفر جاع خاطر جعت انا بدك نسوي. قول له عمي عطاه جبت حاجتك. ليه 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 ليه. قول له ليه اسمع. قول له عم جعفر جاع. قول له ليه شوف لنا حاجه ناكلوا هذه خاطر المشاهدين يعرفوا ايش الحكايه. افصح حما افصح. باي باي. قول له بارك الله عليك. شفنا مبروك نجحتي. ايش اللي ولدي؟ عم فيصل قال لك عم جعفر جيب لي حاجه ناكلها. ايش قال لك؟ قال لك جيب لي حاجه ناكلها. جعد قال لك هذه الحاجه ما يعرفوهاش المواطنين. هيا مبروك مبروك.
عسلامة. عسلامة. عسلامة بنوتة. عسلامة. جيتنا بلبسة لبسة سبيسيال هذي باش تدخل تحارب اللجنة. جيب حدايا مدام. شو اسمك أنت؟ مريم. مريم. لبسة لبسة متاع الميليتير. في بالك ولا باش تدخل تحارب؟ إي. ها؟ شو تحاربهم الثلاثة جنود هذوكم؟ إي. ها؟ حضرت حاجة تضحك ولا حاجة؟ ضحك. ضحكة. يزينا من الدراما ويزينا من اللي ما عايشين الدراما. مش ضحكنا انت تو. ايه. باهي مريومه. ايه. واحد اثنين ثلاثه توب. عسلامه. اهلا وسهلا. عسلامه. مرحبا. يا مرحبا. عسلامه. عسلامه. جابر برا استقبلها. شنو هي عسلامه؟ هاني قلت لها عسلامه. لا امشي لها استقبلها. لا لا من هنا عسلامه. كهوا. عسلامه. سلم عليه. يسالش كهوا يسالش. لا 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 نتحداك انت تنجم تمشي تسلم عليه. لا نسلم عليه بالعكس بحلاها البنوت نمشي لها نسلم عليها. سافا. مش طول. قداش عمرك؟ عمري 10 سنين. عمرها 10 سنين. 10 سنوات. مرحبا بك عزيزتي مرحبا. عاشك تتكا. وش اسمك؟ اسمي مريم. 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 مريم محلاه اسمك. بارك الله عليها. شنو تحب تقدم لنا اليوم؟ باش نقدم لكم عزا واسبوعي. عزا واسبوعي يا بابا الله يرحم سفين الشعر. الله يرحمه. الله يرحمه. واي تفضل لله. شنو هو عزا عاد داخل هكاك وما تصبحش؟ شكون هذا؟ اسبوعي. اسبوعي هكا؟ كيما عزا؟ هاي عمل لي اسبوعي الساعة. شنو عزا عاد داخل هكاك وما تصبحش؟ يا اخي متغشم مطفيتني زيد ما تتكلمش. الله غالب صوتي هرب هكترة رقبتي عريانة لحنش ولا خيالي يا اخي خذيت هواء على قريجمي حتى من فصلي بردو زيدة. اوه عزا عاد قديش نقعد عود لك من مرة ماني وعدتك دوب ما جيلي فلوس نشريلك عزوز قاشق. شقاشق امان على خاطرني سامحتك مش تجدش صحيح بديت طلع في جرينيتك. وين ام جرينيتي ما عنديش. شنو عازة شبيك تبدل؟ شنو عازة شبيك تبدل؟ ثنا محسوب مخطوبين. اولا ها قلتها مازلنا ما تخطبناش. ثانيا انا ما تبدلش انت ظهرت لي ما عادش نافح. بالعكس جوبي هما مش نافحين ومازال ما همش نافحين. ملكي انت منتف كل واحد على روحه فهمت هذه ولا نزيد نأجل الخطبه بجمعتين فماشي ما تدخلي قبك. بيان صحيت. محلاها عندها بوتنسيال محلاها. اي اي كلك نشاط وحيويه. ايه عسل تدخل للقلب تخترق القلب. عمي جعفر حب نقولك حاجة. تفضل. يا عمي جعفر يا راكسور وعدوك مكسور. يا عمي جعفر يا راخذ روراق قدامك. يا عمي جعفر يا راك شجرة والناس تقيل تحتها. شجرة والناس تقيل تحتي. يكون الصعيب يقيلوا تحتي. يروح واحد دعوة الخير محلاها. ايه يروح في الليل المخر صعيب يقيل تحتي. تتكلم باش نقولك حاجة. راني انا من جيبس راني بنت بلادك. تشرفوا يا لله يا لله مرحبا بيك جيبس بكلها. انا قلت لي نتحداك ما تسلمش عليها باش نمشي نسلم عليها رغم الدائي والعدائي. استنى بالك باش تقول لي حاجة. عندك حاجة اللي انا واللي هم زوز بركة عودوا بتاع الشجرة ذيك. انتي عندك زادة. شنية؟ نحب نقول لك راني نحبك برشا ورد بالك على ددو. اوكي اوكي بابا باش نمشي نسلم عليها الدائي والاعداء وانتم تتحدوني قلت لهم انتم تسلم عليها. اي شنو يا اخي محصور. محصور ما بين البير وال لا لا صبت ضربني يا اخي. حافي اقسم لا جيتك حافي خاطر صبت ضربني ناحيته خاطر هذيك مغطيه من غادي قلت على الاقل نجي نسلم عليك. عايشك يا جعفر البيه ما عندنا حتى كل وقت. عايز اش عملنا؟ اش عملنا؟ افرحوا لي بها. انا عجبتني. إيه انا عجبتني. نخليو السادة المشاهدين هما اللي يصوتوا لها. صحيح. اما في بالك بارابور للعمر نتاعها باهيه برشا. اي اي قداش عمرك انت نجم تتقدم؟ عمري 10 سنين برك الله عليك. هذاك علاش الناس اللي يتفرجوا فيك باش يبعثوا لك اس ام اس ويربحوك وانت تحضر حاجه اخرى وتولي تطلع في النيفو. تحضر فهمت؟ اوكي حضر خاطرك باش ترجع بحكي. ترشحت بالاس ام اس انت. اجا خوذ مبروك 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 مبروك. باي باي. دق عليها. عاود لك الدعوه بالزربه. عاود لك الدعوه بالزربه. يا جعفر يا غالي يا راك سور وعدوك مكسور. يا جعفر الغالي يا راك شجره والناس قايل تحت.
يا جعفر الغالي راها خضرة وراك قدامك. خضرة ورايا قدامي نسدي مختار قبل الله. انت لا برا انت لا بون شانس باي باي الله يرحمه وينعمه قال لك سرقوا لي حوايجي خضرة ورايا قدامي بارك الله عليها بارك الله عليها والله ليه كيفاش تسربي في الحكايات صحيح برافو مريم برافو برافو حبيبتي ميرسي لازم يصوتوا لك توا على سميس قول لهم صوتوا لي صوتوا لي سلام سلام اش بيكم شاي مريقلين مريقلين جونا بي جونا مريقل جونا مريقل مريقل يلا ورينا الجو مريقل ترى عسلامة عسلامة مرحبا مرحبا قدم لنا روحك مرام اليعقوبي 12 سنة شو 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 مرام اليعقوبي مرام اهلا وسهلا شرف مرحبا مرام اليعقوبي 12 سنة جيت من معتمدية تهماني ولاية الكاف مرحبا نتشرفوا بيك شو باش تقدم لنا اليوم مسرحية مقطع مسرحية مقطع من المسرحية ايه حاضرة تفضل الكلمة الكلمة مش سهلة الكلمة رنة عزفة الكلمة الكلمة أحلى كلمة نحكي على النسمة الكافية اللي ترد الجواجي نحكي على تونس الخضراء كان نسيت عاود نفس وعاود باه نعاود ما خليك بلاش ستريس باه الكلمة الكلمة حلمة الكلمة نغمة الكلمة مش سهلة الكلمة رنة عزفة الكلمة فرحة ورقصة الكلمة الكلمة أنا فنانة أنا شاعرة ونحب الشعر نرسم بكلامي أحلى قصائد وصور نحكي على النسمة الكافية اللي ترد جواجي نحكي على تونس الخضراء نحكي على الفرحة نحكي على الفرحة من سيء وتونسي عليها يراجي الكلمة دي اسمعني مش تعاود مش نعطيوك جوكير مش نعطيوك جوكير الجوكير هذا يخليك ترجع لنا حذر بالقداء بالقداء وعاود أرجع أقوى برشا منك سمعتني مش معناها ما نجحتش أي. حبوا شوفوا الجوكير حاجة باهية باش تراجع خير الفيلم اللي تاخذ النار توا وانت باهي اوكي متفقين باي باي, باي. نعملوا عليك اي اي تعاود تكبس النص اكثر ترجع بحذينا باهي صحتي حلقة الليموفير وكان فيها برشة تنافس وبرشة صغار أبهرونا بالموهبة متاحهم وتأهلوا مباشرة للنهائيات كما فمزوا الصغيرات باش يترشح واحد منهم عبر التصويت بالأسماس على الرقم 85215 إذا عجبكم أداء واحد من الزوز متبارين ما عليكم كان تصوتوا على الرقم 85215 وتكتبوا الرمز الخاص به واحد بركة من الزوز متبارين باش يترشح للنهائيات وهو اللي يجيب أكثر عدد من الأصوات ملا فاش تستناو صوتوا بكثرة على الرقم 85215 باش تمنعوا المتباري اللي تراوه يستحق يكون في النهائيات حظ موفق للجميع.